اهلا بكم في حلقه جديده من لعبه مان اوف ميدن. هنكمل مكان ما وقفنا اخر مره، طبعا بعد اللي حصل ده كله، والاخ ده كان مستخبي الفتره دي كلها. ما تفهمش كان فين المده دي كلها بالظبط. شكله طلع سخن قوي. حريتي بس انت ضايع. مش عارف ازاي اصلا المدة دي كلها مستخبي ازاي. يعني بالنسبة لضرب الرصاص ده ايه؟ يعني ما خافش مثلا عن اخوه؟ مع ان من البت واخوها. يا نهار ابيض، ده انت شوف ايام سوده. ايه في ايه؟ الصريخ ده. Hello? Who's there? This can't be good. فعلا شكله مش حاجة كويسة خالص. دي صورة؟ بتاعت مين دي؟ This is Julia's. بتاع جوليا البت ال They were البت here. Okay. They were here. قفول؟ Nope. Nope. اوكي. شوف الجنب التاني. بس يعني بس ريف بالله عليك بقى، انا مش ناقصة، انا قاعد اسمعها في ودني اصلا. الصوت ده انا مش مطمن. يلا انت شلخ فيها الفقر، هتجيب لنا بص شوية. ايوه الله الله عليك. خش يمكن نلاقي سلاح ولا اي حاجة هنا. خش يلا. هنتفاجئ بنفس الحاجات التاني. Shamrock. What happened here? كل حاجة حلوة. US General. نهار أبيض، ده إيه اللي خلاهم يموتوا من الخوف كده؟ Locker room. الو بس انا مش عارف الناس دي مستحمله ازاي. جريت ينفعش ارجع؟ كان في باب تاني على فكره. طب كان في باب تاني، باب تاني بيلمع كده، اقدر ارجع له تاني. نهار ابيض على الضلمه يا جماعه، مش شايف حاجه. اهدوا اهدوا اهدوا، اطلع يا عم. ببدأ اشوف الاول، ثاني شوف هنا الجنب ده. خش خش، تبقاش بلد كده. بيقول لك فايتنج، في فايت حصل بين الكرو. Started with باي مش عارف برايفت وين ايه وجنر بس مش عارف ايه. هما الاتنين اتخانقوا في اول الدور، في اول اللعبة قصدي. حاجة تاني؟ خلاص. شو الباب اللي بيلمع ده، مش مطمن له. الباب يكون مقفول بس كده.
شكرا. بقى هنروح للجنب التاني. امال الجزء الجديد اللي هنزله اللي هو اسمه ليتل هوب ده هيبقى نعمل فيه ايه؟ النهار ابيض عليك، ده الكلام ده ما حصلش مع التانيين. وفاء يا جدعان. انتوا ليه بتعملوا فيا كده؟ طب انا مش عاوز افتحه. في ايه؟ وانت اللي قاعد كده، انت مش حاسس اي رياكشن منك يعني. ترخي الرخم. نهار ابيض، ده اللي حصل في اللعبه كوم، والجزء ده كوم تاني. ليه؟ ليه هنا في باب اتقفل؟ يا نهار ابيض، باب اتقفل، ايه اللي خلاني افتحه؟ اللهم صل على النبي. يقول لك التنفس دلوقتي. شكلها بنت الصبرة بتاعنا ولا ايه؟ مين دي؟ يا عم ايه؟ ربنا يستر. ما انا سريع ليه كده؟ يا نهار ابيض. الحمد لله. لا ده الراجل. مش يا عم انت كمان مش ناقصاك. مش مطمن. اصل هو رجع له مش عارف ليه. طب مصر برضه. طب برق فين؟ الله يخرب بيتك. الله يقرفك يا عم. مش يا عم كده؟ مشي. مش عارف نزل يبرق في ام القعده. What am I hearing? يا ابني ارجع يا ابني، نط يا ابني وراح دماغك. ده ايه ده؟ مش كان وش؟ حلو جواز كمان استخدمه. ليه الانتظار ده فيه؟ انا جاي من هنا ولا جاي من ايه؟ مش فاكر. اقسم بالله ما فاكر اي حاجة. انا جاي من هنا، جاي من هنا. رقبة على الزبدة اللي بيجيبوها. بس ما تبزقش بك كده بصدر جامد كده، اهدى يعني شوية. خرش عليا. يقول لك defend our future. join now. ايوه. اوكي. السواد مش عارف طلب لحاجه تقريبا. اترفضت. مس جاز. وشكله فعلا الغاز ده اللي فيه حاجة. الغاز ده عامل حاجة في الموضوع. لا مش ثرو هير. مين؟ انت خمنت منين بس؟ استنى كده يا عم. شوف بس الحتة هنا فيها الأول.
مش وقتك شوية، ثواني شوف برد الأول. بيعملوا الحاجات، بص نايمنا في الخط بقالنا ساعة، مفيش ده بتاع الضغط في الزرار بسرعة دوت منيمنا. هوبا نعمل أكيد حاجة مهمة هنا. توم اتس يور ايه اس اف ذس جيتس اوت سي وات اتس دان. مش عارف ايه هبل بيقول حاجة، يعني لو خرجت هيحصل لها حاجات وحشة يعني، يرقاس وكلام كده وحش. بس كده يعني انتوا جايبيني هنا عشان كده؟ بتهزروا ولا ايه؟ انا عاوز مسدس، عاوز اي حاجة جامدة كده. لا ما لازم يكون في حاجة تستاهل يعني. ايه الهبل ده؟ بس كده؟ مش عارف. كملوا. مش مطمن، مش مطمن. ايوه. طريق طويل قوي. أوي حاجة لا مفيش. أليكس؟ جوليا؟ هلو؟ بالراحة عليا أبوس إيديكم. إديني إيه اللي هيحصل؟ هليكوبتر؟ دي حاجة كويسة. في هليكوبتر هتيجي تنقذنا يعني. ولا ايه؟ في حاجة هنا؟ مفيش خلاص. نهار أبيض، الحفلة عليك. طب في حاجة فتحت؟ المفروض أعمل إيه طيب؟ مش فاهم. آه ده المفروض هنزل. Skeletons. Skeletons. Skeletons? يعني انت جاي في كده دلوقتي؟ ايوه ماشي موافق. ده الرنش اللي البت اترمته، ملهاش ترجع تاخده تاني. لا مش دلوقتي، ثواني نكمل بس نشوف لو في اي حاجه. Who's that? النهار ابيض على السويس. Who's there? Get away. مقفول. ما ينفعش زق معاك، انت معاك البتاع ايه؟ طب طول يا اخويا، طول طول. يعني مش عارف توت هات الصوره دي؟ شيء لا يقبله اي عقل. I'm not hearing this. رجعنا تاني. في
باب بيلمع ليه؟ ملوش جاي من هنا؟ ايه الغباء ده؟ شفنا الجثة ولا ايه؟ You're not supposed to be out here. I'm not supposed to see this. خلاص شفنا. ننزل بقى. Alex? Julia? انزل نط يا باشا. اوه البتاع بقى مني استعدوا بدون اي مذاكره دلوقتي. شو ايه؟ رجعنا البت تاني جوليا؟ هي بتهرب من الناس اللي كانت بتحاول تجيب المفتاح بتاع القارب. ده يبقى شكله مقفول خلاص. اضطر نروح هنا. مين؟ ولا أي حاجة. ولا أي حاجة. إخواتنا الأموات بس. عادي عادي. ده لابس شورت كراهات ومروع على نفسه. مين؟ What is going on here? طبعتيه ولا ايه؟ اهدى اهدى اهدى. ايوه في ايه في ايه؟ اه معاك خلاص بقى. يا نهار ابيض. ده الدنيا خربانة خالص. الله ده ايه ده؟ هاخد بوق قرآني بقى. ده ايه؟ بيانو؟ الله حلو. شو الفيل الازرق ده؟ طب بص انا مثلا بس ما نسيبش حاجه. هناخد جنب جنب. خد الجنب ده الاول. This place is not right. What is going on here? ده شغل الفودو مش كده ولا متهيألي؟ السحر اسود ده. المفروض تنزل دم. ده حاجة مبشرة جدا. ماشي دولاب جميل ولطيف. بس نقفل بقى. نقفل بقى من غير أي حاجة. طب نفتح تاني؟ لسه زي ما هو. طب كويس.
شكرا. انتوا بيخزنوني شكلهم. شو الشعوذة يعني يا جماعة؟ مش أي كلام. يا نهار أبيض. Let's keep your head on straight. مش ما تخش ان في حاجة انا خلاص يعني. خش من الباب ده. تروح فين متخلفة؟ ده ايه؟ الستاب اترفع. طب مع كل خير. ايه اللي يخليك تعمل كده اصلا؟ مش فاهم. حاجة مستفزة. الستارة كلها دم يا جماعة. وفي تابوت. ده الفامباير بتاعهم ده ولا ايه؟ يا نهار ابيض عليا. This is too weird. لا تو ويرد. بنت اللي راحت بتاع الستاره. وانت اللي راح تبص على التابوت. طب تيور دي بس. هو انا سامع صوته ولا بيتهيألي في التابوت؟ وليه كل حتة فيها مية ليه؟ طب ما ينفعش اخليه في الاخر؟ ما ينفعش افتحه دلوقتي؟ انما انت بص خليك مكانك. شوف بس الاول. الله. ده شقة في الحيطة وبينزل دم. ايه الكلام ده؟ طب نفتح التابوت يا جماعة. افتحوا. هنلاقي في جثة عادي يعني. افتحي يا ستي افتحي. استريحتي ستك؟ ده فين؟ يا نهار أبيض. مين ده؟ في ايه؟ يا راجل والله اكيد ما ماتش يعني. ده مين ده؟ في ايه؟ فين حاجة؟ اقسم بالله. على حاجة جري. انتوا اللي عليكم الدور. متخلف. طب يا جماعه احنا نضيف النهارده لحد كده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده. طبعا الحلقه دي كانت كلها رعب في رعب. انتظروني في الحلقه الجايه ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. اشوفكم على خير. مع السلامه.